طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على البيهيفير بتاع الكمرات الخرسانه، او بيهيفير بتاع الكونكريت ممبرز اللي متعرضه الى بيندنج مومنتس. انتوا شايفين السكرين عندي واضحه كده والصوت واضح كله تمام؟ تمام كده تمام تمام يا دكتور. جميل. فدلوقتي بس اقفلوا المايك بقى عندكم عشان ما يبقاش فيه صدى صوت. البيهيفير بتاع الكمرات الخرسانه اندر بيندنج مومنتس، لو انا عندي دلوقتي كاميرا خرسانه متعرضه الى بيندنج مومنت، البيهيفير والستريسز والسترينز اللي في السكشن او الونج السكشنز بتاعت الكاميرا، الونج السبان بتاعت الكاميرا كلها هتبقى شكلها عامل ازاي؟ فده الدرس بتاعنا النهارده. يعتبر الحقيقه انترودكشن مهمه جدا لتصميم الكاميرات. لو انا عندي بالظبط كاميرا بالمنظر ده، كاميرا سيمبلي سبورتد بيم، كاميرا سيمبلي سبورتد، الكاميرا سيمبلي سبورتد عادة بيكون شكل البيندنج مومنت عليها ايه؟ لو انا كاميرا سيمبلي سبورتد رسمنا هنا مع بعض كاميرا كده سيمبلي سبورتد وعليها كونسنتريتد لود في النص بي والسبان بتاعها ال، الكاميرا ديت بيبقى البيندنج مومنت عليها شكله ايه يا شباب؟ قيمته كام؟ يبقى ده بيقول السكور ده على 8. دبليو ال سكويرد على 8 يا مفتري، فين ال دبليو دي؟ انا بقول لك كونسنتريتد لود. بيفل على 4. لا لا تمام. بيقل على 4. مش هي اي مومنت دبليو ال سكويرد على 8. ها؟ اعتقدته كنت كده تمام تمام طيب يبقى هنا البيندنج مومنت بي ال على ال 4. البوزيتيف يعني الشد فين؟ تحت ولا فوق؟ تحت تحت بكده الشغل تحت الشد تحت. وبالتالي لو انا عندي الكاميرا ديت كده انا شايفها هي ان اليفيشن تمام، الشد في الكاميرا ديت هيكون في الجزء الايه؟ السفلي من السفلي. الكاميرا، يعني المنطقه دي المنطقة دي في الكاميرا هيحصل لها ديفورميشن شكلها جاي كده، وبالتالي الشد في الكاميرا هيكون في الجزء السفلي ده. يبقى أنا لما أجي أحط حديد تسليح هحطه فين؟ الجزء اللي تحت اللي فيه شد. الجزء اللي تحت تمام. ولما أجي يحصل في الكاميرا ديت وأحمل بالحمل دوت بي وأبتدي أبص على الكراكس هتحصل إزاي؟ تفتكروا الكراكس هتبتدي تحصل في انهي حته الاول؟ اول كراك هيبتدي يحصل فين في الكاميرا دي؟ يعني احنا بنحمل الكاميرا هيبتدي يبقى شكل البيندنج مومنت عليها كده، ومن شكل البيندنج مومنت ده يعني الشد عليها في الجزء اللي تحت فعلا، وبالتالي مطرح وجود الشد هيبتدي يحصل لي هنا ايه؟ اول كراك في الكاميرا. يبتدي الكاميرا اللود ده يزيد، يبتدي الكراك تانية تبتدي تتكون. الكراك دايما يتكونوا الكراكس الفليكشر دايما تتكون عمودي على السطح، يعني عمودي على السطح الخط الاحمر ده الكراك يبتدي يطلع من هنا، مع زيادة الحمل اكتر يبتدي كراك تاني يتكون، مع زيادة الحمل اكتر يبتدي كراك تاني يتكون، وهكذا. يبص الاقي كراكس بتتكون بالمنظر ده، مع زيادة الاحمال الكراك تلاقيه بيكستند لفوق بيكستند لفوق بيكستند لفوق اكتر، تزود الحمل الكراك يطلع تاني لفوق اكتر، لحد ما ايه؟ الجزء اللي تحت متعرض لشد والجزء اللي فوق متعرض لشد ولا الضغط؟ التوب بتاع البيم ضغط ضغط متعرض لضغط، يبقى يفضل الكراك يطلع، كل المنطقه دي تبقى متعرضه لشد والكفوق متعرض لضغط. مين اللي بيشيل الضغط في الخرسانه؟ اللي بيشيل الضغط في الخرسانه هي الخرسانه نفسها، اللي بيشيل الشد هو حديد التسليح اللي انا ببقى حاطه هنا تمام، اللي احنا بنبقى حاطينه بالمنظر ده بنبقى حاطينه بالمنظر ده. فالجزء اللي فوق الضغط يفضل يقل 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 لحد ما المنطقه المتعرضه لضغط من الخرسانه دي ما تبقاش قادره، بيبقى الدبس بتاعها صغير ما بتبقاش قادره ان هي تريزيست المومنت او الضغط اللي جاي لها، ويبتدي يحصل للخرسانه هنا ما يسمى بالكراشنج اوف كونكريت. يبقى دي الهيستوري بتاعت كاميرا بتتحمل من حمل صفر إلى ما تتكسر في المعمل. الكلام ده بيترجم للآتي، إن أنا عندي دلوقتي الكاميرا متعرضة إلى
هنا متعرضة إلى two concentrated loads. لو الكاميرا متعرضة إلى two concentrated loads زي اللي أنا رسمها هنا هتبقى جاية بالمنظر ده، ومتعرضة إلى two concentrated loads هنا وهنا. شكل البيندنج مومنت على الكاميرا المتعرضة لتو لودز ديت إيه؟ لو هنا اللود ده بي وده بي، يبقى الرياكشن هنا بي، يبقى البيندنج مومنت شكله جاي كده، وهنا كونستنت، وبعد كده هنا تاني بيقل، مقدارها دي بي في ال على 3 لو ديت متقسمها تلت وتلت وتلت. برضو البيندنج مومنت بوزيتيف، تمام، نتيجة لوجود ال شكل البيندنج مومنت ده. اول كراك هيبتدي يحصل في الكاميرا دي لو احنا رسمنا اليفيشن للكاميرا دي، وهنا التو لودز، هبص الاقي اول كراك هيبتدي يحصل لي في تحت الكونسنتريتد لود عند الماكسيمم مومنت. هو الكراك بيحصل عند الماكسيمم مومنت. فين الماكسيمم مومنت؟ هنا، هو اللي تحت اللود ده، واللود ده هنا كله ثابت، فيبتدي يحصل لك بقى الكراك هنا، وبعدها تحمل شوية وحصل زيه هنا، لأن الكاميرا ما بتبقاش 100% سيمتريك يعني في الحقيقة. وبعد كده يبتدي يحصل لك كراكس هنا، وبعدين يبتدي لك يحصل لك كراكس تاني خارج المومنت زون، الكونستنت مومنت زون. نفس القصة مع زيادة الحمل، الكراكس تطلع تإكستند أكتر، بتجت وايدر الكراك. لو أنا بينت لك الكراك هنا في سطح الخرسانة، لو ده سطح الكونكريت، بتلاقي الكراك جاي حاجة كده. انا كاني عامل كده هنا ايه، ماجنيفيكيشن كده للقطه دي، تمام، عرض الكراك، وهنا حديد التسليح اهو، ده البار. دي الديفورميشن بتاعت سيخ الحديد. المسافه، عرض الكراك، بنسمي عرض الكراك ويتس W small W، ده عرض الكراك ويتس. الكراك ويتس ده سمك الشرخ دوت، بنقيسه او بنقيسه في مسطرة كده بنقيس بيها الكراكس ديت. الالاوبل كراكس تفتكروا قد ايه الشرخ الالاوبل في الكود؟ يعني الكراك ويتس ده تفتكروا الكود بيقول لنا الالاوبل عرض للشرخ ده قد ايه؟ ادوا ارقام كده. يعني انت لما تبص في البيت وتلاقي فيه شرخ في الكاميرا انت شايفه بعينك، تفتكر الشرخ ده ممكن يكون allowed بالكود ولا في مشكلة هنا في الديزاين؟ الكود بيدلنا crack widths allowed بالcrack widths. حد يفتكر ممكن crack widths دي تبقى كام؟ عرض الشرخ ده كام؟ ملي مثلا. ملي. طيب حد عنده رقم تاني؟ سنتي؟ متر؟ يا دكتور مش اصلها بتحصل في كذا مكان، فحضرتك لو سنتي ولا كده فالكاميرا هتنهار، لانه ما بيحصلش في مكان. بالظبط، لو سنتي او كده الكاميرا هتنهار. هي خلينا نقول بقى ان الالاوبل كراك ويتس بالكود، يعني ال W allowable هي عبارة عن 0.3 ملي. يعني ال allowable crack widths في الكاميرات اللي عندنا، ويبقى الديزاين مظبوط و fulfilling code requirements، ال crack widths لا تزيد عن 0.3 ملي. ال crack widths لو وصلت لحد حوالي 2 ملي ولا حاجة، بيبقى الحديد already وصل لليلد، وبيبتدي يحصل، انا دخلت في الجزء اللي هيبتدي يحصل فيلير فيه للكاميرا. عند 3 ملي، 3 ملي ونص، الكاميرا فعلا بيحصل لها فيلير، فعمرها ما توصل ل 10 ملي، عمرها ما توصل لسنتي او كده. ولكن الالاوبل 0.3 ملي ده اندر سيرفيس لود، يعني انت لما تروح البيت عندك وتبص كده في السقف وتقعد تبص كده في الكاميرات اللي موجوده، تمام، لو لقيت شرخ عينيك شافته ده تعرف على طول ان هو اكتر من 0.3 ملي. 0.3 ملي بيكون عامل زي الشعرة، فانت من وانت واقف على الارض ما تشوفوش في السقف، تمام، لازم تقرب على الكاميرا عشان تشوفه. ولكن لو انت شفته من وانت واقف على الارض تعرف ان ده اكيد اكتر من 0.3 ملي. طيب يبقى
طيب سؤال تاني معلش ليك وانتوا فاتحين المايك، هي امتى الخرسانة تشرخ؟ ليه بتقول او ليه انا قلت لكم لما هتحمل الكاميرا بعد شوية هبتدي يظهر لك شرخ؟ ليه يظهر شرخ؟ ممكن عشان حديد التسليحة دكتور مش كتير، عشان كده الكراك دخل الكاميرا. عشان التسليح مش كتير فالكراك الكاميرا حست بيه. طيب اجابات تانية ايه؟ نفكر مع بعض. طب ما تعملناش كومباكشن كويس وهي بتصب. لا لانها لازم الكاميرا تشرخ. خلينا نبص بقى دلوقتي، فاكرين لما احنا اتكلمنا في اول المحاضرة وقلت لكم في مقاومة للخرسانة للضغط بنسميها اف سي يو، وفي مقاومة للخرسانة في الشد بنسميها اف سي تي، وقلنا حتى اف سي تي دي اللي هي بتساوي 0.6 او 0.62 في جذر اف سي يو، وقلنا ان هي بالبلدي بتساوي تقريبا عشر مقاومة الخرسانة في الضغط، يعني لو خرسانة 30 ميجا باسكال الاف سي تي بتاعتها لا اما تحسبها بالمعادلة لا اما هي بنقول كده ان هي تقريبا ايه عشر مقاومتها في الضغط، يعني حوالي ايه 3 ميجا باسكال. فاكرين الكلام ده؟ والخرسانة كويسة انها بتشلي ضغط 30 ميجا باسكال وبتشلي شد قيمة قليلة هي 3 ميجا باسكال، وبالتالي انا ما اقدرش ان انا اعتمد على خرسانة انها تشلي كل الشد اللي على الكاميرا دي اللي جاي من البيندنج مومنت ده، وبالتالي لازم نحط مع الكاميرا هنا نحط معاها ايه؟ حديد تسليح. حديد التسليح اللي انا حاطه بالمنظر ده، السيخ اللي انا حاطه بالمنظر ده كده هنا ده هو اللي هيشلي الفورسز الشد اللي هتبقى موجوده نتيجه للشكل البيندنج مومنت دوت، وبالتالي السيخ ده هو المسؤول ان هو يشيل الشد. بس قبل ما السيخ يشتغل لازم الخرسانه هتحس بالشد اللي موجود، يعني البيندنج مومنت ده اللي هو مقداره ام وات ايفر ام ديت هي ايه، البيندنج مومنت ده هيعمل لي ستريسز. الستريسز دايما احنا حافظينها انها بتساوي ام في واي على اي، صح؟ ام هي المومنت، واي هي المسافه من السي جي للشد، اي هي الانيرشيا بتاعت السكشن. يعني لو انا عندي كاميرا بالمنظر دوت على شكل تي سكشن كده، وادي هنا نيوترال اكسس، وفين البيندنج مومنت ابلايد بالمنظر ده، يعني بيندنج مومنت بوزيتيف الشد تحت والضغط فوق، المسافه دي من هنا لحد السطح اللي عليه الشد هي ديت الواي، يبقى الاستريسز في الحته دي في المنطقه دي هي عباره عن المومنت في الواي على الاي بتاعت السكشن ده. الاستريسز دي لو البيندنج مومنت بالمنظر دوت فالشد تحت، فالاستريسز دي هتبقى نوعها ايه؟ اجهادات تنشن. يبقى انا عندي دلوقتي نتيجه للبيندنج مومنت دوت حسبت الاستريسز هي اف بتساوي ام في واي على اي، واي هي المسافه من النيوترال اكسس للسطح اللي عليه الشد. يعني لو انا عندي دلوقتي البيندنج مومنت كان معكوس على الكاميرا كان مثلا جاي بالمنظر ده، الشد فوق، بشوف النيوترال اكسس فين، يبقى الواي هي المسافه من النيوترال اكسس للسطح اللي عليه الشد، يبقى هي ديت هنا الواي. هحسب الاستريسز اف بتساوي الام في واي على اي، كل ما هتزود اللود كل ما هيزيد البيندنج مومنت كل ما هيزيد الاستريسز اف، كل ما هزود اللود كل ما هتزيد البيندنج مومنت اللي هي سواء بي ال على 4 او بي ال على 3، هتزيد المومنت هتزيد الاستريسز. الاستريسز دي نوعها ايه؟ شد. لو انا بحسب تحت في الخرسانه هنا في الكاميرا دي يبقى الاستريسز دي نوعها شد. طيب هتفضل الشد يزيد تزود اللود الشد يزيد لحد ما الشد ده يوصل لمين؟ للقيمه بتاعت اف سي تي اللي هي اف كونكريت انتنشن اللي هي سي 3 ميجا باسكال. يبقى كل لما الاستريسز توصل للكونكريت انتنشن دي اقصى ريزيستنس للخرسانه انتنشن، بعد كده ايه اللي هيحصل؟ لو زودت اللود تاني هيزيد البيندنج مومنت، هتزيد ام في واي على اي، هتزيد الاستريسز عن اف سي تي، الخرسانه مش هتقدر تشيلها، هيبتدي يحصل هنا ايه؟ اول كراك في الخرسانه. يبقى اول كراك في الخرسانه هيحصل لما الاستريسز في الخرسانه توصل لقيمه ايه؟ اف سي تي. تمام يا شباب؟ طيب اول ما الاستريسز توصل للاف سي تي
ايه اللي هيحصل؟ زودت اللود، هل الكاميرا هيحصل لها فيلير؟ قولوا. ايوه طالما عشان يعني لو مش في هيحصل لها فيلر فيلير على طول يعني، لو ما فيهاش هتبدأ حديد بكراك تسليح، وبكراك وبكراك. لو ما فيهاش حديد تسليح اه الكراك ده هيكبر يوسع، الكاميرا هتتكسر نصين لو ما فيهاش حديد تسليح. طب لو فيها حديد تسليح نفس الكلام اللي انا قلته دوت هيحصل لحد ما الخرسانه توصل للاف سي تي تبتدي تشرخ. لو زودت اللود تاني الخرسانه مش قادره تاخد اللود، هيبتدي مين اللي يشتغل؟ حديد التسليح. خلي بالك حديد التسليح بوندد للكونكريت، ممسوك مع الخرسانه، في قوه تماسك ما بينهم، وبالتالي هتزود الحمل، الحمل الشد كله هيبتدي يتنقل لمين؟ لحديد التسليح. حديث الحديد هيبتدي يشيل الشد، والكاميرا تقدر تشيل لود، الكاميرا مش هتنهار، يبتدي تزود الحمل اكتر، يبتدي الاستريسز في الحديد تزيد اكتر، هتزود اللود اكتر، الاستريسز في الحديد هتزيد اكتر. طب الاستريس ستريم بتاع الحديد فاكرينه كان شكله ازاي؟ كان الاستريس ترين في الحديد لو تفتكروا كنا احنا في قلنا في اول محاضرة ان شكل الكيرف عندنا بتاع لو رسمت علاقة بتاعت الاستريس على الاسترين، هبص الاقي الجزء ده لينير وجاي كده، ده شكل الاستريس ترين بتاع الحديد. لو هنا دي هنسميها الاستريس وده هنا هو الاسترين. اللي احنا اتفقنا ان احنا هنعمل له ايديلايزيشن الى، عشان ما تعملش بالشكل ده، انا هتعامل معاه ان هو لينير بالمنظر ده كده لحد ما يوصل لليلد، وبعد كده هنعتبره هنا افقي. يبقى القيمه دي اقصى ستريس هنا هيوصل له هو الاف يلد، والسترين المصاحب ليها الميل بتاع الخط ده هو الالاستيك مودولس، واحنا عارفين الالاستيك مودولس بتاع الحديد رقم هنحفظه هو 200 في 10 اس 3 ميجا باسكال. ساعات بنكتبها 200 جيجا باسكال، دي الالاستيك مودولس بتاع الحديد. الاسترين اللي هنا المكافئ ده اللي هو الاسترين عند اليلد هو عباره بسهوله هو عباره عن الاف يلد على الالاستيك مودولس. يبقى الحديد لينير، ستريس بيزيد سترين بيزيد ستريس بيزيد سترين بيزيد لحد ما يوصل لليلد، وبعد كده لو زودت الاستريسز ما بتزيدش خالص عن كده، والاسترين بس هو اللي ايه اللي بيزيد عليها. لو رجعنا تاني للكاميرا بتاعتنا احنا بنقول كل ما الفورس بتزيد الحديد خلاص بعد ما الخرسانه شرخت الحديد ابتدى يشيل الفورس، وبالتالي الحديد مش هيكون شغال قوي قبل ما الخرسانه تشرخ، هو لازم الخرسانه تشرخ عشان الحديد يبتدي يشتغل. وبالتالي لما احنا بنقول ان الكاميرا ديت لما انت تيجي تشوف موقع ولا عماره ايه ده الكاميرا دي مشرخه يا نهار اسود، لا هي لازم تشرخ، هو الديزاين الصح انها لازم تشرخ عشان الحديد يشتغل، والا امال انا ليه حاطط حديد تسليح؟ تمام. طيب يبقى الـ عندنا يفضل الحديد يشيل فورس تزود اللود، الحديد يشيل فورس تزود اللود، الحديد يشيل فورس اكتر والستريس فيه يزيد، يفضل الاستريس في الحديد يزيد لحد ما يوصل لايه يا شباب؟ لحد ما يوصل لقيمه ايه؟ يلد اليلد الاف يلد الاف يلد. طيب زودت الحمل بعد كده فوق الاف يلد الحديد مش هيقدر يشيل ستريسز اعلى من الاف يلد، ولكن الاسترين هو اللي هتلاقيه بيزيد، الاسترين هيزيد. يبقى مع زياده الاحمال فوق الاستريس اللي هيسبب لك يلد في الحديد الاسترين هيزيد. زياده الاسترين دي هتعمل لي ايه في الكاميرا؟ زياده الاسترين دي هتعمل لي ديفليكشن كبير في الكاميرا، مع زياده الاسترين في زياده ديفليكشن، مع زياده الاسترين عن اليلد في زياده للكراك ويتس. يبقى الكراك ويتس هتلاقيه عمال يكبر يكبر يكبر، ال 0.6 مللي بقت 0.8 مللي بقت مللي بقت 2 مللي بقت 2 مللي ونص، الكراك عماله تطلع لفوق تكستند لفوق لحد ما الجزء اللي في الكومبريشن ما يقدرش يشيل الاجهادات اللي عليه في الخرسانه، انه بقى جزء صغير جدا، يبتدي يحصل للكاميرا ديت كراشنج للخرسانه. يبقى الفيلير مود الاولاني ده بسميه كراشنج اوف كونكريت. كراشنج اوف كونكريت.
طب وقت ما الخرسانة حصل لها كراشنج، الحديد كان وصل لليلد ولا ما وصلش؟ ده سؤال لازم نسأله في أي كمر. لو الحديد وصل لليلد يبقى معنى كده، أو عدى اليلد يبقى معنى كده إن الاسترين كنت أنا بلعب في الحتة دي من الاسترين، في المنطقة ديت، المنطقة دي اللي هي فيها الاسترين بيزيد، يعني فيها ديفليكشن في الكاميرا بيزيد، يعني فيها كراك ويتس للكاميرا بتزيد، يعني فيها وورنينج للناس حصل ان هو في هنا فيلير، يا جماعه خلي بالكم ده ديفليكشن بتاع الكاميرا عمال يزيد والكراكس واصله 2 مللي 2 مللي ونص، ده وورنينج للناس، وبالتالي الفيلير ده بنسميه داكتايل فيلير. داكتايل يعني فيلير بيدي وورنينج للناس. وورنينج للناس منين؟ لان لما حصل كراشنج للخرسانه الحديد كان اوريدي واصل لليلد، تمام، وعدى اليلد، يعني الاسترين معدي الاسترين ايبسلون يلد، الاسترين معدي اليلد، وبالتالي في وورنينج للناس، استرين كبير، ديفليكشن كبير، كراك ويتس كبير، في وورنينج للناس. طب لو الكاميرا، افرض واحد حاطط كميه حديد في الكاميرا كتيره جدا، يعني مثلا الكاميرا دي عايزه بالديزاين سيخين، واحد حط 14 سيخ، حط كميه حديد كتيره جدا، طيب ايه اللي هيحصل في اللقطه دي؟ فكروا كده معايا، هتزود الحمل، حصل كراكنج للخرسانه، هتزود الحمل، الاستريس في الحديد ايه؟ بيزيد، بتزوده الاستريس في الحديد بيزيد، هل مع كميه الحديد الكتيره قوي دي الاستريسز هتوصل لليلد؟ لا كده الكاميرا ممكن تنهار قبل ما الكاميرا تشرخ. مش قبل ما تشرخ، هي لازم هتشرخ، هي بتشرخ عشان الحديد يشتغل، ولكن هي هتنهار قبل، بقى نفس جملتك دي صح، بس هتنهار قبل ما الحديد يوصل لليد. وبالتالي لو كمية الحديد في الكاميرا عندي كتيرة جدا، ها، هيبتدي الاسترس في الحديد، طبعا انت عارفين الفورس بتتوزع، فورس على الاريا تديك الاسترس، وبالتالي لو عندي ارية الحديد كبيرة قوي، الفورس لما تتقسم على ارية الحديد الكتيرة قوي دي هتديك ستريس قليل، وبالتالي الكاميرا هتنهار قبل ما الحديد يوصل لليلد. طب الحديد ما وصلش لليلد، هل في وورنينج حصل للناس؟ لا لا انهارت، ما حصلش وورنينج للناس. ليه ما حصلش؟ لان الحديد ما وصلش لليلد. طب معناها ايه الحديد ما وصلش؟ معناها الاسترين قليل، انا بلعب في الحتة دي من الاسترين، الاسترين قليل، الاسترين قليل معناها الاسترين قليل معناها ان الديفليكشن قليل، معناها ان الكراك ويتس قليله، تمام، معناها ان مفيش ورنينج للكاميرا حصل للناس قبل ما الكاميرا دي يحصل لها كراشنج اوف كونكريت، وبالتالي الفيلير ده بنسميه بريتل فيلير. بريتل فيلير. يبقى انا عندي دلوقتي نوعين من الفيلير، في فيلير بنسميه داكتايل فيلير اللي هو بيدي وورنينج للناس، اللي هو بيحصل كراشنج للخرسانه بس بعد ما يكون الحديد وصل لليلد واداني سترين عالي هنا، يبقى هي دي منطقه الداكتيليتي بتيجي من هنا. وفيلير تاني بنسميه بريتل فيلير، كراشنج اوف كونكريت بتحصل قبل ما الحديد يوصل لليلد، ودي تحصل لي في الكيسز اللي فيها كميه حديد كتيره جدا، انا محتاج سيخين وراح واحد حط 20 سيخ في الكاميرا وفاهم ان هو بالصوره دي بيحسن الكاميرا، لا ده ما بيحسنش للكاميرا، ده هيخلي لما الاحمال تزيد ويحصل فيلير للكاميرا دي في وقت ما، الفيلير ده هيكون فيري بريتل فيري سادن بدون اي وورنينج، بدون ما الكراك ويتس تبقى كبيره، بدون ما يبقى في ديفليكشن للكاميرا كبير، لان الاسترين في الحديد وقت الفيلير كان اقل من اليلد، لان الاستريسز كانت اقل من الاستريسز بتاعت اليلد، لان ارية الحديد كتيرة جدا وبالتالي الاستريسز فيها قليلة. واضح الكلام ده؟ بالانترودكشن الطويلة دي شوية هنرجع تاني لموضوع المحاضرة بتاعتنا، ان انا عندي كاميرا بالمنظر ده متعرضة في تحت لشد، ومتعرضة فوق هيبقى الايه؟ لكمبريشن، شد تحت كومبريشن فوق، لان البيندنج مومنت بوزيتيف، تنشن تحت كومبريشن فوق. الحرفين اللي هنا دول، الجزء الاطراف اللي في الكاميرا اللي عند السبورت بتبقى اعلى ستريسز فيها جايه نتيجه لمين؟ شير.
لو انت رسمت الشير على الكاميرا هتلاقي هنا الكاميرا اللي متعرضة على 2 concentrated loads دي هيبقى الرياكشن هنا برضو P ولو ديت P ودي P الرياكشن هنا P يبقى شكل الشير فورس على الكاميرا دي جاي ازاي؟ هنا positive وهنا negative ده شكل الايه؟ الشير فورس دايجرام. يبقى المنطقة اللي عند support دي دايما متعرضة الى شير فورسز او شير ستريسز. الشير فورسز دي الكراكس بتاعت الشير دي بيبقى شكلها ايه؟ حد شافها؟ حد نزل تنفيذ؟ حد يعرف شكل الشير كراكس دي بتبقى ازاي؟ يعني احنا عرفنا شكل الفليكشر كراكس. لا يا دكتور، مش الشير كراكس بتكون كراكس مايلة على 45 درجة كده وهنا تبقى مايلة كده. عارفين ليه الميل دوت؟ تعالوا كده نقولها بسرعة الحدوتة دي. لو انا عندي هنا شير بالمنظر ده، الشير نوعه بوزيتيف اللي هو في الحرف دوت من الكاميرا. لو الشير بوزيتيف معناها ايه الشير بوزيتيف؟ لو انا خدت اليمنت صغير من الكونكريت من هنا، اليمنت صغير كده، وببص عليه الاجهادات عامله ازاي، الشير بوزيتيف يعني شمال وطالع الشير او يمين ونازل. عشان المربع ده يبقى الايكوليبريم بيتولد لي هوريزونتال شير يمنع المربع ده من الدوران بالمنظر ده، يبقى دول عايزين يلفوا كده مع عقارب الساعه ودول بيلفوا عكس عقارب الساعه، يبقى المربع ده في اتزان. عندي فرصة كده وكده يبقى دي هتولد لي محصلة في الاتجاه ده بنسميها دي diagonal tension، ودي ودي هيولد لي فرصة في الاتجاه ده، يبقى الفرصة دي بنسميها ايه؟ diagonal tension. طيب الفرصة كده يبقى انا هيتولد لي الفورس هنا شد وهنا شد، يبقى الكراك هيتولد ازاي يا شباب؟ الكراك بيتولد في اتجاه التنشن ولا عمودي على التنشن؟ لو بتشد دي كده وكده الكراك هيتولد لك ازاي؟ هتتقطع ازاي؟ عمودي على التنشن. عمودي على التنشن، وبالتالي هيبقى الكراك جاي كده هنا، يبقى ده هيبقى الكراك. وعشان كده في الناحيه اللي فيها شير بوزيتيف اللي هي الجزء ده هيتولى هيبقى الكراك بالاتجاه الاصفر اللي انا رسمه ده. طب تعالى الناحيه الثانيه، الشير الناحيه الثانيه نوعه ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف يعني ايه؟ نرسمه. نيجاتيف يعني شمال ونازل او يمين وطالع. تقفل الفورسز عشان المربع ده يبقى ان ايكوليبريم، يبقى الدياجونال تنشن في الاتجاه ده، في الاتجاه ده، ده الدياجونال تنشن، يبقى الكراك اللي هيتكون هيتكون عمودي على الدياجونال تنشن يعني بالمنظر ده، يبقى ده شكل الكراك اللي هيتكون، يبقى ده شكل الكراك اللي هيتكون. تمام، يبقى هو ده الايه؟ الدياجونال تنشن. ولو الشير نيجاتيف يبقى ده اتجاه الكراكس. طيب زي ما في هنا ان انا عندي فيه تنشن، في الاتجاه التاني ده هيكون فيه كومبريشن. ما هو الفورس دي ودي هتديك كومبريشن على الكاميرا على في المنطقه دي، يبقى دي دياجونال كومبريشن. طيب اللي هيبتدي بقى يعمل فيلير للكاميرا مين في الشير؟ هل التنشن ولا الدياجونال كومبريشن؟ عشان كده بنقول ان احنا في الشير فيلير او في الشير ستريسز عندنا نوعين من الفيلير ممكن يحصلوا. دياجونال تنشن، ده التنشن اللي جاي ده انا هريزيست التنشن ده عن طريق ان انا هحط كنات راسيه. شايفين الكنات دي؟ عشان كده دي فايده الكنات. عارفين الكنات ولا مش عارفينها؟ يا دكتور، الالكترومتر الحديد اللي فوق اللي تحت.
اللي بتربط الحديد اللي فوق باللي تحت، الكانات ديت اللي هي بتبقى شكل الكانة جاية كده بالمنظر ده. والأسياخ بتبقى هنا فعلا في الكاميرا. تمام، يبقى دي الكانة ودي الأسياخ التسليح وده القطاع الخرسانة بتاعنا. الكانات دي هي اللي بتشيل لي الحديد اللي انا بحطه رأسي ده، اللي هو الحديد الكانة اللي هي بتبعد عن بعضها بمسافة معينة هنسميها S، هي دي اللي بتشيل لي التنشن اللي موجود. طب الكمبريشن اللي جاي دياجونال كومبريشن ده مين اللي بيشيله؟ مين اللي بيشيله؟ اي كومبريشن مين اللي بيشيله؟ الكونكريت. يبقى الكانات انا بحطها عشان عندي في دياجونال تنشن جاي في الاتجاه عمودي على الكراكس وانا بحط الكانه كده. عشان كده احسن حاجه، في ناس تقول لك احسن حاجه ان انا احط الكانه في انهي اتجاه يا شباب، يعني في الناحيه دي احسن حاجه ان انا احط الكانه في اتجاه مين؟ في اتجاه الشد. يعني لو انا قدرت ان يبقى في حديد عندي موجود كده في الاتجاه ده، ده احسن حاجه، لان هو ده الشد جاي لي في الاتجاه ده اللي هو اتجاه الدياجونال تنشن اللي انا مبينه هنا ده، الدياجونال تنشن ده. يبقى انا لو حطيت الحديد في الاتجاه ده اللي احنا بنسميه ساعات الحديد المكسح، تمام، او بنت بارز، ده هو ده بيبقى احسن حاجه تريزيست، لان ده انا حاطط الحديد في اتجاه الشد مباشره. ولكن الكنات انا حاططها في الاتجاه الرأسي ده، تمام، اللي هي هتقاوم برضو التنشن ده بالايه، بالمحصله، بالمركبه بتاعتها. تمام، لو الكنات دي مش، لو الكنات دي حاططها بزياده جدا انا، يبقى الفيلير عندي مش هيحصل من الدياجونال تنشن ولكن هيحصل من الدياجونال كومبريشن. يبقى الخرسانه هي اللي هيحصل لها كراشنج من الكومبريشن اللي جاي ده في الشير. نفس القصه في الناحيه الثانيه طبعا. عندي دياجونال تنشن في الاتجاه ده، يبقى انا لو حطيت الحديد بتاعي الكانات او الحديد المكسح في الاتجاه ده، يبقى ده احسن حاجه لان ده في اتجاه الدياجونال تنشن اللي موجود. يبقى انا عندي دايما في نوعين من الشير فيلير بيحصلوا، نوع بنسميه شير كومبريشن فيلير، وده بيحصل لو الكومبريشن الخرسانه حصل لها فيلير في الاتجاه الدياجونال كومبريشن، وعندي شير تنشن فيلير لو هي الكنات اللي حصل لها فيلير نتيجه للتنشن الدياجونال تنشن اللي هي شايلها. يبقى دول النوعين من انواع الكراكس بتاعت الشير، كراكس انكلايند على تقريبا 45 درجه. يبقى انا الكاميرا بتاعتي متعرضه الى جزء تشير، جزء تنشن، جزء كومبريشن. ده شكل الفليكشر فيلير اللي انا بقول لكم عليه، ان الكاميرا الكراكس عماله تزيد من هنا، الكراكس عماله تتكون طلع، بص الكراك ده طلع لحد فين؟ تمام؟ كراك تاني عمال يتولد هنا لحد ما الجزء، فين الجزء المتعرض للكمبريشن؟ الجزء المتعرض للكمبريشن هو المسافة دي. هو دي، هو ده الجزء المتعرض للكمبريشن اللي احنا هنسمي المسافة ديت سي بعد كده. لما المسافة دي تصغر خلاص الخرسانة مش قادرة تشيل دوت، بيبتدي يحصل كراشنج للخرسانة زي ما احنا شايفين بالصورة بالشكل ده. الشير تنش، الشير فيلير، تمام، ادي كده ده العمود، ده العمود بتاع عندنا ده، هنا العمود ده كده الكولوم، ودي البيم، وانا هنا موصل الوصله بتاعت البيم كولوم الكونكشن دي. شايفين الكراكس بتاعت الشير؟ زوم لكم عليها اكتر. شايفين الكراكس عامله زي بتاعت الشير؟ يبقى ده كراكس كده اهي، كراكس اهي، كراكس هنا اهي، كراكس اهي، كراكس دي على فكره بعرض الكاميرا كلها، وادي الكنات ديت هنا اللي احنا بنسميها الستيربس. الفيلير هنا تفتكروا شير تنشن فيلير ولا شير كومبريشن فيلير في اللي انت شايفه ده؟ هل الكنات اللي انهارت ولا الخرسانه اللي انهارت في الكومبريشن؟ هي الخرسانه هتبقى كومبريشن. مظبوط كده،
الخرسانه هي اللي هنا الفيلير، هنا كان شير كومبريشن فيلير، هي خرسانه في الاتجاه الكومبريشن ده، في الاتجاه الكومبريشن ده، كومبريشن ده، ما هو اتجاه الشرخ هو اتجاه الكومبريشن، والتنشن هو في اتجاه عمودي على الشرخ، يعني ده كده اللي انا رسمه ده، ده التنشن وده هنا الكومبريشن، تمام. خرسانه في اتجاه الكومبريشن ما قدرتش انها تشيل، انا كنت حاطط هنا كميه كانت كبيره، كانت ريزيستد التنشن اللي جاي لها بسهوله، ما حصل لهاش ييلد، وبالتالي الفيلير حصل في الخرسانه في الكومبريشن. ده شكل دكتور. الكاميرا بتاعتنا، فيها سؤال هنا. طب هو ده بيتصلح ازاي اللي هو الشير كراكس ده، ليه يعني علاجه ايه؟ كل علاج الكراكس، لا لو بالمنظر اللي انا رسمه ده، ده فيلير خلاص، دي في انهيار، دي حاله انهيار، تمام. ولكن وجود شروخ شير او شروخ، اي شروخ، بنحقن الشروخ ديت وبملاها بماده مقاومتها في الشد عاليه، ده طريقه ريبير يعني. لا بس طبعا مش بالمنظر ده، يعني دي شروخ هنا دي عرضها كبير جدا، دي 2 مللي 3 مللي، وبالتالي ده فيلير، ده انهيار، دي ما تتعالجش، تمام. ولكن لو في شروخ خفيفه موجوده بنحقنها، تمام، بنحقنها، بنحط هنا، بنملى الفراغ ده بماده سايله جدا بحيث انها تخش تملى المساحه بين الفراغات، ده في مرحله لو الكاميرا فيها لسه ما وصلتش للفيلير، لكن اللي قدامنا ده دي اتس فيلير كونديشن. تمام. هنا دلوقتي ده الشكل بقى عندنا بتاع تسليح الكاميرا، ده الحديد الرئيسي هنا اللي احنا هنسميه المين تنشن رينفورسمنت، اللي هي ده اللي بالديت، هي الستيربس اللي هي الحديد اللي بينكلوز الكنات، اللي فوق ده بنسميه ده التنشن في الكاميرا دي، لو هي سيمبلي سبورتد التنشن تحت، وبالتالي الحديد اللي فوق ده انا مش محتاجه، مش محتاجه، مفيش تنشن جاي لي فوق، ولكن ده بنسميه ستيرب هانجر، اللي هو الحديد اللي انا بس بحطه عشان اعلق عليه الكانه، شماعه للكانه، ده بنسميه ستيرب هانجر، الحديد العلوي اللي انا بحطه مش عشان عندي تنشن، عشان اعلق عليه الكانات. ده دايما عرض الكاميرا بنسميه بي، المسافه من الحديد للتوب بتاع الكاميرا للكومبريشن، من الحديد، من سنتر الحديد للكومبريشن بنسميها الدبس دي، الارتفاع كله بتاع الكاميرا الكونكريت، من الكونكريت للكونكريت بنسميه الهايت اتش، او ساعات بنسميه تي. يبقى دي مكونات الكاميرا عندنا، الحديد مين رينفورسمنت، ستير اب هانجر اللي هو حديد اللي انا بحطه لو انا ما عنديش شد فوق، فبحطه بس مجرد حديد يتعلق عليه الكنات، ستيربس اللي هي الكنات، عرض الكاميرا بي، الدبس دي، الحديد بنخلي الحديد يبقى محطوط طبعا في المنطقه اللي فيها الشد، نعرف منين الشد على حسب شكل البيندنج مومنت، نعرف منين البيندنج مومنت، نرسم الكاميرا، نرسم اللودز اللي عليها، نطلع شكل البيندنج مومنت بوزيتيف او نيجاتيف، مطرح البيندنج مومنت هو الشد، وبالتالي هو اللي انا المنطقه اللي انا محتاج فيها حديد تسليح. ده شكل الكاميرا، ادي الحديد الشد اللي محطوط فيها، وهنا محطوط فيها حديد، بس احنا في مصر لازم، ده صوره من الكتاب الامريكي، ولكن في مصر لازم الاسياخ عندنا حتى الاستيرب هانجر دي تبقى محطوطه عندنا، ولازم بنحط كانات داير ان داير طول الونج طول الكاميرا كله. ايه الفرق عندنا بين ان احنا نقول ان احنا عايزين نعمل اناليسز للكاميرا وان احنا نعمل ديزاين للكاميرا؟ ديزاين ان انا عندي البيندنج مومنت فقط، عندي البيندنج مومنت، قيمه البيندنج مومنت على الكاميرا بتساوي ام، جبنا منين الام ده؟ جبناه ان احنا عملنا لود ديستريبيوشن، او الاول بقى خطوه جبناه ان احنا رسمنا ستراكشرال بلان، حطينا اماكن الاعمده، حطينا توزيع للكاميرات، وده اول شيت انتوا خدتوه. جبنا اللي عايزين نعمل ديزاين، بعد ما حطينا شكل الاعمده والكاميرات عملنا لود ديستريبيوشن عشان نشوف كل كاميرا شايله لود قد ايه، رسمنا مثلثات وترابيزويدل زي اللي انتوا هترسموها ان شاء الله يوم الاحد، حسبنا رياكشنات كاميرا على كاميرا، عرفنا من الكاميرا دي شايله ولا متشاله، وحسبنا رياكشن الكاميرا دي على دي والكاميرا دي على دي، بحسب الرياكشنز من اللود فور شير على الكاميرات اللي انا عايز اخد منها الرياكشن، احسب لها اللود فور شير، رجعت للكاميرا المين بيم وعجزت عليها الرياكشنات وعكست وشفت هي شايله نفسها قد ايه من البلاطه،
سواء بقى بسي اي وسي اي او بسيجمال اريا على السبان لو هي شايله الحاجات مش يونيفورم. حسبت عليها البيندنج مومنتس، عشان احسب البيندنج مومنتس حسبت الماكسيموم ماكسيموم بيندنج مومنت اللي هي عملت حالات تحميل زي ما بنقول. لا اما حمل مثلا لو هي كاميرا بكانتليفر، لو هي كانت وان بيم ويز كانتليفر، عندي هنا حالتين تحميل، ان انا احمل هنا ديد وهنا توتال، وده انا هجيب بيه الماكسيموم بيندنج مومنت في النيجاتيف ده. ومره تانية ان انا احمل هنا ديد وهنا توتال، وفي الحاله دي انا هجيب الماكسيموم بوزيتيف بيندنج مومنت. يبقى انا هجيب الماكسيموم بوزيتيف بيندنج مومنت، هجيب البوزيتيف بيندنج مومنت هنا يبقى عالي، وهنا متحمله ديد بس فيبقى البيندنج مومنت قليل. يبقى الشكل ده هو ده اللي احنا بنسميه الماكسيموم ماكسيموم بيندنج مومنت. جبت الماكسيموم بيندنج مومنت دوت وعرفت ان انا اقصى بيندنج مومنت بوزيتيف هنا اسمه 30 كيلو نيوتن متر، واقصى مومنت نيجاتيف هنا اسمه 25 كيلو نيوتن متر. انا عايز اصمم الكاميرا دي، اصمم الكاميرا دي يعني ايه؟ يعني اطلع ابعادها واطلع كميه الحديد اللي فيها. طب احنا ابعاد الكاميرا عاده بنعمل له استيميشن على حسب السبان، بناخد السبان عندنا الا على 10 او كده، او لو هي كونتينيوس بناخدها الا على 12. يعني التي عندنا احنا ده الفرض الاولاني، ان انا بقول لك التي بتساوي الا على 10 لو سيمبل، او الا على 12 لو كونتينيوس. ده فرض مبدئي بقدر استيميت بيه ابعاد الكاميرا بتاعتنا، ولكن مش هو ده الديزاين. فممكن نستخدم الابعاد دي ونشوف الكميه الحديد هتبقى عندنا كام، نوينج الابعاد ونوينج الام التيميت اللي انا هصمم عليها اللي هي سي 30 كيلو نيوتن متر. يبقى ده انا بعمل كده هنا اسمي ايه؟ بعمل ديزاين على حسب شكل البيندنج مومنت اللي هو جاي لي من اللود ديستريبيوشن، تمام؟ على حسب البيندنج مومنت وعلى حسب ابعاد الكاميرا هطلع انا كميه الحديد. ساعات بنقول ان احنا نعمل اناليسيس، انا مدي لك كل حاجه، مدي لك المومنت ومدي لك ابعاد الكاميرا وبقول لك شوف لي الكاميرا دي سيف ولا ان سيف. سيف بمتطلبات الكود المصري في الخرسانه ولا ان سيف بمتطلبات الكود المصري للخرسانه. يبقى ده الفرق ما بين ان احنا نعمل اناليسيس لقطاع انا مدي لك ابعاده وتسليحه والبيندنج مومنت اللي عليه وبقول لك شيك لي، او قطاع تاني انا مش مدي لك التسليح وبقول لك اعمل لي تشيك على القطاع ده، اعمل لي ديزاين للقطاع دوت. ده هنا الاتجاهات بتاعت البيندنج مومنت. عارفين هنا الاتجاه كده البيندنج مومنت ده هوت، هنا بنسميه بوزيتيف بيندنج مومنت. البيندنج مومنت وده هنا البوزيتيف شير اللي هو شمال وطالع او يمين ونازل، ده البوزيتيف شير. وبالتالي عندنا الكاميرا، اي كاميرا عندنا من الكلام اللي انا قلته دوت بتعدي بثلاث مراحل مهمه جدا في التحميل بتاعها. هرسم الكيرف ده اللي هي انا هرسمه تاني هنا. ايه الثلاث مراحل للتحميل اللي الكاميرا بتعدي بيهم؟ لو انا برسم كده هنا علاقه ما بين اللود والديفليكشن، ده هنا اللي على المحور الرأسي ده هو اللود، واللي على المحور الأفقي ده هو الديفليكشن. لود ايه وديفليكشن ايه؟ يعني انا لو خدت كاميرا عندي اهي، كاميرا في المعمل اهي، وبحمل الكاميرا دي بلود كده هنا في النص بي، الكاميرا دي هيحصل لها ديفليكشن هنا في النص اسمه ايه؟ بنسمي ده دلتا او الديفليكشن. كل ما هتحمل اللود كل ما الديفليكشن هيزيد بالمنظر ده. اللود ده هيعمل لي بيندنج مومنت في الكاميرا، والبيندنج مومنت هيعمل لي ستريسز في الكاميرا، والستريسز دي نوعها في بطنية الكاميرا عبارة عن شد زي اللي قلته في بداية المحاضرة النهاردة. وبالتالي الستريسز هي M في الواي على الاي. الستريس
اللود بيزيد، البيندنج مومنت بتزيد، الاستريسز بتزيد، لحد ما الخرسانه توصل لمين يا شباب؟ لحد ما الاف دي هتزود اللود، هيزيد البيندنج مومنت، هتزيد الاف، لحد ما اف توصل لمين؟ الاف ييلد، الخرسانه فيها ييلد، لحد ما توصل للاف سي تي يا شباب، ما احنا لسه قايلينها، لحد ما توصل للاف سي تي بتاعتها، التنشن في الكونكريت يوصل لاقصى مقاومه الخرسانه بتقدر تشيلها في الشد اللي هي الاف سي تي بتاعتها. لما الخرسانه توصل للاف سي تي هيبتدي يحصل هنا ايه؟ هيبتدي يحصل كراك في الكونكريت، ويبتدي عند النقطه دي يبتدي يحصل كراكينج في الخرسانه، ويبتدي يظهر لي اول شرخ هنا. يبقى اللود ده هنسمي اللود اللي هنا ده هو بي كراكينج، وهسمي الديفليكشن المكافئ ليه هو دلتا كراكينج. والمومنت اللي هيجي نتيجه للبي كراكينج دي اللي هي الام كراك دي اللي هي هتساوي البي في ال على الاربعه، يبقى دي هسميها الام كراكينج. يعني ام كراكينج هي المومنت اللي في لحظتها الخرسانه هتوصل فيها الاستريسز اسمها اف سي تي. وبالتالي انا اقدر احسب ام كراكينج للكاميرا ان انا من المعادله دي ان اقول ان الام كراكينج هتبقى اف في اي على واي، بس مش اي اف، دي اف سي تي بتاعت الخرسانه. يبقى اللي هيسبب لي اول كراك في الخرسانه لما الاستريسز التنشن دي توصل للاف سي تي، اف سي تي اللي هي كامل هي 0.62 في جذر اف سي يو اللي هي تقريبا عشر مقاومه الخرسانه في الضغط. يبقى الام كراكينج بتاعت الكاميرا نقدر ان احنا نحسبها، ان هقول الاف سي تي دي معلومه عندي جيفن على حسب السترينث بتاع الخرسانه، على حسب الاف سي يو بعوض اطلع اف سي تي، في الاي هي الانيرشيا، في الواي هي المسافه من النيوترال اكسس للسطح اللي عليه الشد. يعني لو القطاع بتاعنا ريكتانجل بالمنظر ده والبيندنج مومنت كان عليه بوزيتيف، فين النيوترال اكسس؟ النيوترال اكسس اهو. فين السطح اللي عليه شد، تحت ولا فوق؟ اللي تحت. تحت. وبالتالي يبقى هي ديت الواي بتاعتي. لو انا عندي البيندنج مومنت بالمنظر زي اللي انا رسمته ده، لو عندي كانتليفر والبيندنج مومنت بالمنظر ده، الشد فوق، الشد فين هنا؟ فوق، الكومبريشن تحت، والكومبريشن تحت، وادي كده هنا نيوترال اكسس. وانا بحسب الواي، يبقى الواي عندي من النيوترال اكسس للسطح اللي عليه شد اللي هو هيبقى هنا السطح اللي فوق، يبقى هي المسافه دي هي الواي. يبقى الاف سي تي في الاي الانرجي بتاعت السكشن على الواي هي ديت الايه؟ الام كراكنج بتاعتنا. طيب بعد كده، بعد ما تزود الحمل فوق البي كراكنج، الحديد اللي هنا هيبتدي ان هو يشتغل، الحديد اللي هو هنا، وهيبتدي يشيل لك الفورس زي ما احنا قلنا قبل كده، وهيبتدي الكاميرا تستحمل احمال تانية. ولكن بص، شايفين الميل الخط ده؟ ده بيعبر لي عن الاستيفنس بتاعت الكاميرا. بعد ما بتشرخ الخط ده بيتكسر شوية، بتلاقي الخط الميل بتاعه بقى فلات شوية، اتكسر شوية، الاستيفنس بتاعت الكاميرا قلت. قلت ليه؟ عشان شرخت، وبالتالي كان عندي الكاميرا فيها حديد وخرسانة، دلوقتي الحديد الخرسانة ابتديت اخسر منها جزء. ما هو كل الخرسانة اللي في الشد احنا بنهملها في الديزاين، يعني كل الخرسانة الكراكد دي بنهملها في الديزاين، وبالتالي الخط الكسرة بتاعته اتغيرت. يفضل اللود يزيد والديفليكشن يزيد لحد ما اوصل لمرحلة تانية اللي هي الحديد فيها وصل، يكون وصل للايه؟ لليلد. الحديد وصل لليلد، يبتدي يحصل لي كسرة تانية في الخط، لان الحديد ما فيهوش زيادة تاني دلوقتي في الاستريسز، ويبتدي يحصل لي كسرة تانية في الخط بالمنظر ده، يفضل تزيد واللي فيها وورنينج وديفليكشن وكراك ويتس لحد ما يبتدي يحصل فيلير في الكاميرا. يبقى المرحلة الأولانية من هنا لهنا دي هسميها ستيج 1، المرحلة دي من الزيرو لحد البيك راكينج دي هنسميها ستيج 1. المرحلة التانية اللي هي من هنا لهنا دي هنسميها ستيج 2. ستيج 2 ديت لإما بتنتهي ان الحديد هنا يكون وصل لليلد،
او في ناس تانية بتعرفها ان اللي حصل الكراك اللي وصل في الخرسانة بقى اكبر من البوينت 3 مليمتر اللي هي الالاوبل كراكويتس. المرحلة التالتة دي بنسميها ستيج 3، هنا هيكون الحديد وصل لليلد لحد ما يبتدي يحصل لي فيلير للخرسانة. يبقى الشكل ده اللي هو الثري ستيجز اللي احنا بنعدي بيهم، اي كاميرا بتعدي بيهم. المرحلة الاولانية هي بتنتهي عند الكراكينج، المرحلة التانية ستيج 2 هي لإما الحديد يوصل لليلدنج بتاعه أو إن الكراك ويتس يوصل للبوينت 3، والمرحلة الثالثة اللي هي ستيج 3 اللي هي الخرسانة يبتدي يحصل لها فيلير والحديد اوريدي يكون ييلدد. الكيرف ده لإما بنرسمه ان ترمز اوف لود ديفليكشن أو برسمه ان ترمز اوف مومنت فاي، ام فاي دايجرام، مومنت كيرفتشر ريليشن شيب. فالكيرف ده ممكن ان احنا نبينه كده كلود ديفليكشن زي ما انا رسمت، وممكن ان انا يترسم اللي هو عبارة عن علاقة ما بين المومنت اللي الكاميرا تقدر تشيله والكيرفتشر بتاع الكاميرا اللي احنا بنرمز له الرمز فاي. هو نفس العلاقة لينير لحد ما يحصل هنا ام بقى توصل للام كراكينج، كيرف يتكسر تاني هنا لحد ما اوصل هنا للام اللي بتسبب ييلدنج في الحديد، يتكسر تالت هنا لحد ما اوصل للام التيميت، ويبقى هنا الفاي دي هنا هي الفاي كراكينج، ودي هنا هي المقابله ليها هي الفاي ييلدنج، ودي هنا المقابله ليها هي فاي التيميت. لو انا هنا يبقى الكيرف بتاعنا هو عبارة عن ده، تمام؟ يبقى دي 3 ستيجز اللي بتعدي بيهم اي كاميرا. الكلام ده مهم جدا في 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 تاريخ تحملها. اي ممبر متعرض الى فليكشر الى بيندنج مومنت، دي الهيستوري بتاعه الحمل بتاعه من اول ما تحمله لحد ما يحصل له فيلير. ازاي نحسب الام كراكينج؟ هي احنا بنقول هنا ان الفورمولا بتاعتنا هي الاستريس اف بتساوي ام في واي على اي، هنا الواي مكتوبه سي، يعني اف ام في واي على اي. ايه سي او واي؟ هي المسافه من النيوترال اكسس لحد الجزء اللي عليه تنشن. لما الاستريس ده يساوي التنسايل ستريس بتاع الخرسانه، المومنت بيوصل للام كراكينج. شكل توزيع الاستريسز عامل ازاي؟ احنا اتفقنا ان شكل توزيع الاستريسز عباره عن شد تحت وضغط فوق. الشد ده بيبقى ماكسيمم تحت، وكل ما اطلع للنيوترال اكسس بيقل، وبعد كده الكومبريشن بيبقى ماكسيمم فوق، وكل ما انزل لتحت بيقل، وبالتالي القطاع كانه متعرض. لو انا برسم السكشن هيبقى متعرض الى اجهادات بالمنظر ده. تحت هنا تنشن، الماكسيمم بتاعها بيبقى على السطح السفلي للخرسانه، وفوق كومبريشن، الماكسيمم بتاعها هو على السطح العلوي للخرسانه. كل ما انزل من فوق الكومبريشن بيقل، كل ما اطلع من تحت التنشن بيقل، ودوت هنا هو النيوترال اكسس. يبقى الاستريسز، لو انا عايز احسب الاستريسز تحت هنا هقول انها ام في واي اوفر اي. فين الواي؟ الواي اهي. طب عايز احسب الاستريسز الكومبريشن، ام في واي اوفر اي. فين الواي وانا بحسب الكومبريشن اللي هي المسافه ديت؟ طب انا عايز احسب الاستريسز هنا في المنطقه دي، هقول الاستريسز هي ايه؟ ام في المسافه دي على الاي بتاعت السكشن. واضح؟ يبقى مطرح ما انا عايز اقف هي دي المسافه واي اللي انا هحسب عندها الاستريسز. عشان نتعامل مع الكاميرا في الفليكشر في حبه assumptions، ان الخرسانه في الشد neglected، ان توزيع الاسترين هو زي ما انا راسم على السكشن. لو انا عندي السكشن بالمنظر ده، توزيع الاسترين هيكون linear. ده كده توزيع الاسترين، لو ده هنا كده الكونكريت سكشن بتاعنا، وده هنا الحديد اللي تحت، وده حديد الضغط فوق لو في حديد فوق. الخرسانه
كومبريشن وهنا التنشن وتوزيع الاسترين لينير بالمنظر ده. ده كده الاسترين ديستريبيوشن. يبقى عشان احسب ام كراكنج ازاي احسب ام كراكنج للقطاع، انا عندي هفترض دلوقتي دي طريقة حساب المومنت ام كراكنج. ان انا هقول دلوقتي القطاع عندي هحسب الالاستيك مودلس بتاع الكونكريت وهحسب العارف انا الالاستيك مودلس بتاع الحديد. يعني الالاستيك مودلس بتاع الحديد هيساوي 200 في 10 اس 3 ميجا باسكال. الالاستيك مودلس بتاع الكونكريت هيساوي 4400 في جذر اف سي يو، يطلع لك برضو الرقم ده بالميجا باسكال. يبقى انا عارف الالاستيك مودلس بتاع الستيل والالاستيك مودلس بتاع الكونكريت. هحسب الان اللي هي بتساوي الالاستيك مودلس بتاع الكونكريت على الالاستيك مودلس بتاع الستيل. ليه الكلام ده هعمله؟ لان انا عندي قطاع هو مش خرسانه بس، هو خرسانه وحديد تسليح. وعشان احول، احنا ما ينفعش اجمع ارية الحديد على ارية الكونكريت، يعني ارية الكونكريت هي بي في تي، تمام؟ بي في تي. ارية الحديد ارية ستيل اي اس كذا ملي، كذا مليمتر سكوير. ما ينفعش اقول ان التوتال اريا هي اريا البي في تي زائد اي اس. ليه ما ينفعش؟ لان الخرسانه دي ليها الاستيك مودرس والحديد ليه الاستيك مودرس تاني، وبالتالي انا لازم احول واحد منهم للتاني. عشان كده احنا بنحول الستيل لكونكريت. عشان احول الستيل لكونكريت بضرب في الان، يعني الاريا ستيل دي تمام الاي بتاعتها عاليه جدا 200 في 10 اس 3. الخرسانه الاي بتاعتها اللي هي 4400 جذر اف سي يو، بتلاقي الاي بتاعتها مثلا تطلع لك 30 في 10 اس 3. طب هنا مثلا في دي 200 ودي 30. عشان احول الستيل، الستيل اقوى بكتير، عشان احول الستيل لكونكريت يبقى كان انا عندي اريا كونكريت مقدارها مش اي اس، مقدارها ان اي اس. ان هي ايه؟ هي الريشيو بتاعت الستيل على الكونكريت اللي احنا هناخدها في مرحلة الوركينج دي على طول ثابتة، هناخدها بتساوي 10. يبقى الكود بيقول لي في مرحلة ما قبل الكراكنج للخرسانة خد الـ N بـ 10، في مرحلة ما بعد الكراكنج للخرسانة خد الـ N بـ 15. فاحنا هنا عندنا الـ N قبل الكراكنج، الـ N هناخدها بـ 10. يبقى انا دلوقتي بحول الستيل لكونكريت، فبقول ان انا عندي الاريا ستيل دي اللي هي مقدارها 30 مليمتر سكوير مثلا، دي كأنها لو حولتها الخرسانة هتبقى 30 في 10. عشان كده بنحسب الاريا كونكريت هي البي في التي، بحسب الاريا فيرشوال بسميها دي اريا فيرشوال، اريا التخيلية، هي الاريا سي زائد ان ناقص واحد في الاي اس. ايه ان ناقص واحد دي؟ هي مفروض اكتبها ايه؟ مفروض اكتبها الاي سي زائد ان في الاي اس. ده كده ايه؟ حولت الستيل للكونكريت، بس سواء الستيل ده خد لي حيز هنا في الخرسانة، كأني فضيت جزء من الخرسانة، اريا من الخرسانة معينة مقدارها اي اس فضيتها وحطيت مكانها حديد. فالاريا اللي انا فضيتها من الخرسانة دي لازم تطرح لي من الاريا بتاعت التوتال سيكشن، يعني الاريا الكونكريت اللي هي البي في التي ناقص اريا ستيل، ده كده الفوليوم الاريا الخرسانة النت، زائد لان انا حول الحديد اللي حطيته الى كونكريت، فعشان كده ضربت ان في الاي اس. فدي تطلع لك دايما كده، دي يبقى الاريا كونكريت زائد ان ناقص واحد في الاي اس. يبقى فهمناها دي جت منين؟ ان ناقص واحد هي اريا كونكريت اللي هي البي في التي ناقص المساحه بتاعه الكونكريت اللي انا شلتها عشان احط الحديد، فيبقى ناقص اي اس. كده انا دي اريا كونكريت اللي هي بي في تي ناقص اي اس، زائد الحديد لما حولته الكونكريت ان انا ضربتها في الان عشان الحديد اقوى من الكونكريت، والان دي ب 10 في المرحله بتاعتنا. يبقى ده كده الاريا. نحسب الواي بار. الواي بار نحسبها ازاي؟ الواي بار اهي هي، انا واخد الداتا مثلا تحت هنا وبحسب السي جي بتاع السكشن ده. لو انا عندي قطاع كان مستطيل بس من غير حديد كان هيبقى السكشن فين؟ الواي بار فين؟ لو دي كلها تي يبقى والسكشن متماثل وما فيهوش حديد، هتبقى الواي بار فين يا شباب؟
سي جي فين؟ المسافة دي بكام؟ في الريكتانجل يعني بس هيبقى واقع على الاثنين ولا ايه؟ هيبقى تي على الاثنين بالظبط. تي على الاثنين. تي على الاثنين. طب لو انا عندي دلوقتي وجود حديد تسليح، تفتكر النيوترال اكسس ده هينزل لتحت ولا يطلع لفوق؟ لو انا عندي هنا حديد بقى، يبقى النيوترال اكسس فين؟ هينزل، هيحصل له ايه؟ هينزل اكيد لتحت. وبالتالي هنحسب من هنا الواي بار اللي انا هقول ان هي بتساوي، ناخد الداتا من تحت هنا، يبقى الواي بار عندي هي البي في التي، في التي على الاثنين، ده بتاعه المستطيل، زائد الحديد ان ناقص واحد في الاي اس في المسافه بتاعته في السي جي بتاعه، اللي هي المسافه من هنا لهنا اللي هي سي، اللي هي عاده سي دي بتكون حوالي 50 مللي كونكريت كفر، على الاريا فيرتشوال اللي هي البي في التي زائد ان ناقص واحد في الاي اس. يبقى دي كده هنا جبنا الواي بار. هقدر بسهوله ان انا احسب الاي بتاعه السكشن دوت اللي هي بتاعه الريكتانجل بي في تي تكعيب على 12 زائد نقلته بي في التي في المسافه اللي هي تي على 2 ناقص واي كل سكوير، زائد الانيرشيا بتاعه الحديد اللي هي ان ناقص 1 في الاي اس في المسافه من الحديد للسي جي اللي هي الواي ناقص السي كل سكوير. يبقى انا هنا جبت الاي، بنسمي ديت الاي جروس للكاميرا، والاف سي تي بتاعتنا هي 0.6 في جذر اف سي يو. يبقى الام كراكنج هي الاف سي تي اللي انا عارفها في الاي جروس على الواي بار اللي هي المسافه من النيوترال اكسس للتنشن. يبقى انا ديت الستيج الاولانيه قدرت ان انا احسب بيها الام كراكنج بتاعتي. لو انا عندي تي سيكشن، لو انا عندي تي سيكشن، المشكله بس في تي سيكشن ان انا فين النيوترال اكسس، ما اعرفش فين النيوترال اكسس. فانا هنا هاخد النيوترال اكسس هنا هيبقى في الويب، هفترض ان هو في الويب. هحسب برضو الاريا فيرتشوال بتاعه القطاع دوت، هي اريا الكونكريت ناقص اري اي اس زائد ان في الاي اس، اللي هي اريا الكونكريت اللي هي بي في تي اس زائد بي في تي ناقص تي اس، اللي هي قسمتها يعني الاثنين مستطيلين، المستطيل اللي فوق والمستطيل الويب ده. ويبقى الاريا فيرتشوال هي الاريا كونكريت زائد ان ناقص واحد في الاي اس. هنحسب للشكل دوت الواي بار بتاعته ديت، اللي هي كل اريا في المسافه من الداتا لحد السي جي الاريا دي. يعني انا هنا قايل بي في المسافه دي، المسافه دي اللي هي عباره عن تي ناقص تي اس، دي سمك البلاطه، فديت هنا هي تي ناقص تي اس. يبقى بي في تي ناقص تي اس في تي ناقص تي اس على الاثنين، فبقت تي ناقص تي اس تربيع على الاثنين، زائد البي كابيتال في التي اس دي الاريا في المسافه من السي جي بتاعها لحد تحت، اللي هي عباره عن تي ناقص تي اس على الاثنين اللي هي دي، زائد ان ناقص واحد اي اس في المسافه ديت اللي هي السي على الاريا فيرتشوال. يبقى انا هنا جبت الواي بار. الاي جروس اللي هي برضو بتساوي كل اريا المستطيل بي في تي تكعيب على 12 زائد الاريا بتاعته في المسافه تربيع من السي جي ل السي جي بتاع السكشن للنيوترال اكسس تربيع. ويبقى حسبت الاف سي تي ار، واقدر اجيب الام كراكنج بتساوي الاف في الاي على الواي. يبقى دي كده طريقه حسابنا للام كراكنج، ان انا بدور على الواي بار بتاعت السكشن. عشان ندور على الواي بار الحديد بخليه بشتغل الحديد بدل ما هو اريته كانها اي اس، بتبقى ان ناقص واحد في الاي اس. بحسب الواي بار، بحسب الاي، بحسب اف سي تي ار، بعوض بام كراكنج بتساوي الاف سي تي ار في الاي على الواي. يبقى ديت هنا الجزء بتاع البيهيفير بتاع الكاميرات المتعرضه الى بيندنج مومنتس. طريقه حساب الثلاثه ستيجز عرفناهم ما قبل الكراكنج، منطقه الستيج 2 اللي هي لحد ما يحصل ييلدنج اللي احنا بسميها الوركينج ستيج، ومنطقة التلاتة اللي هي اللي بيحصل فيها ultimate اللي أنا بسميها ultimate stage. يبقى عندي cracking stage, working stage, ultimate stage. cracking stage لحد ما يحصل peak cracking, working stage لحد ما أوصل لليلدنج بتاع الحديد, ultimate stage لحد ما أوصل للultimate failure بتاع القطاع. تمام؟ المحاضرات ديت هتلاقوها موجودة على
فين هنا؟ هتلاقوها موجودة على الفايلز، لو جيتوا دخلتوا جوه الكورس عندنا على ده هتلاقوا جوه الفايلز، هتلاقوا هنا المحاضرة اللي هي Behavior of RC Beam under Flexure اللي أنا لسه محملها على قبل المحاضرة. على ده يبقى احنا عندنا هنا الماتيريالز، ادي الانترودكشن، ادي اللود ديستريبيوشن، ادي اكزامبل على اللود ديستريبيوشن والماكسيموم ماكسيموم، ودي بداية البيهيفير اللي احنا ان شاء الله هنكمله بعد كده. انا عايز بس مندوب الدفعة يتواصل معايا، يبعت لي تليفونه وكده عشان نتفق على ميعاد المحاضره في رمضان، انها اكيد مش هتبقى الساعه 10 الصبح ولا 9 الصبح في رمضان، عشان بتاع نحاول نخليها بعد الفطار، عشان انا لما اتكلم الواحد بيتعب شويه من في الصيام. فنحاول نتفق معاكم على ميعاد بعد الفطار. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام، يلا كل سنة طيبين وجود لك في الامتحانات، وخلي مندوب الدفعة بس يتواصل معايا، وميك شور ان انتوا عندكم طريقة للاتصال معايا عشان يبلغكم ميعاد المحاضرة او كده. ماشي؟ تمام يا دكتور، ان شاء الله بإذن الله. يلا جود لك وكل سنة طيبين.